اهلا وسهلا مع المتسابق الاخير وختامها مسك سلطان الدوسري. يا مرحبا ومسهلا، اهلا وسهلا بك في موسم الواقع. بغيت تهج صح؟ حلو، مرحبا ومسهلا. الله يبجيك طول عمرك، حياك الله. الله يبجيك. وش علومك؟ علومك انت جيتك مشارك مباركين ومشاركين مشاركين ومباركين وندور العلوم الطيبه كلها. بالله جيتك دعوه قبول ولا دعوه زواج؟ دعوه عرس. زواج زواجي واحسب انه زواج. لكن القاعه وانا اخوك الشارع الثاني. الشارع الثاني الله الله. عاد ان احنا العرس هنا ما عندنا طالعين منه. ها بس ها وش هذا؟ محل يطول العمر فيه كل خير وبركه. ما شاء الله، ها وش عندك من الخير وبركه؟ عندنا يطول العمر العلوم الطيبه كلها. امر تدلل، وش مطلبك بس؟ منشد شاعر. الا منشد هطربنا لازم لازم. تبي تشتحن ولا تبي تشوش؟ والله عادي كلها واحد. حر اشوش في حر؟ لا ابي اشتحن. هجل عشان ذا الحر اللي انا جالسين فيه اشتحن بعد زياده. يلا هرفيزك والله انا مشتحن وقلبه غادي الهوا. عمو اي والله هوا. اي والله هاسله. ابدا ابدا. يا هيل التفت لي واسمع دعاي لك يا هيل. ترى ذكبت تشبع من البعد وتوجه دعيتك بصوتي يا صلك له ما توحيه وانا اسمع ضلوعك من صدى الصوت لجاجا. يا رب يوفقك التوفيق الطيب. روح روح أتخلينا أدخل معك. هاي اجعلني بتك. لا والله اجلس. أحلى. لا والله لا تجعلني حرام. لا والله بس لا والله. جاء ربي يوفقك. التوفيق الطيب والله هم لك الحمد. ضربنا فرامل تعرفون فرامل فك يمسك فك يمسك وضبط. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. الله سترنا يا الله. يا والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي انت على عبي على يا دهر ما هو بحق انت على عبي وخليتني المقرد الخلق العبوبة وانا مرت النصحى ومرا يغيدي وسرح ما كثر الطواري بغيبوبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. امسي عليكم بالخير وامسي على الجمهور وخلف الشاشات. معكم اخوكم سلطان بن ثقل الدوسري. نعم. جينا نشارك مع اخويانا ببرنامج كاريزما. نسال الله التوفيق والله يجمعنا عند القريب والبعيد. الله يحييك يا سلطان. انت يمكن اخر مشارك في التصفيات يعني اللي على الهواء، بس الحبيب عنده رحلة ولا كان نطول معك زيادة. لكن ما شاء الله الصوت متميز وإن شاء الله برضو مع الصوت يكون فيه الرياليتي والحضور الموفق إن شاء الله على الهواء. شهادة الله اعتز فيها. طيب سمعنا شيء ثاني. شو ودكم بس؟ أبد اللي تبي. يقول أطلع الجوال. طلع. من نشادني قلت طيب على احسن ما يقال والله ان الزين بعد المنامه من عسير من سبايب صاحب اللي غدا شوفه محال حلاوة العربان دونه ولا أنت خير. صح صوتك أبو دخيل الله. وش عندك غير هال النطاق أو النمط هذا؟ يعني أعمال أو إنشاد غير نمط هذا، وش تقدر تعطينا؟ قصدك الهوايات والمواهب؟ لا لا لا، ابغى نمط الشيلات هذا. في عندك نمط ثاني تقدر تنشد لي اياه؟ اعمال اخرى؟ قصدك لحن ثاني؟ لحن ثاني لحن ثاني اللي تبي ما عندك مشكله. عط سمع. كم عمرك؟ ايه يقول عسى من ساعه
يبقى سجين وعاشر ضباط من دونه وعسى موت وإن شاء الله القضي ما تساق خطاه عسى هيت كسر دارك سونه الله الله اطربت ابو معيان الحين جايكم في الجنه السامعين ان شاء الله كم عمرك؟ لا تنشدني من عمرك لا والله بنشد قوله اي بالله خل بني مدري خلابط الحين تسال العمر 29 والله راعي براسه اشهد اني راعي براسه الله عليك ها عطانا العمر بدون ما تقوله انت قال هذا 29 حولها انا الحر حر جزاك الله شكرا لله نقول انا صار جزاك الله اسال الله ان الله يجمعنا مع القريب والبعيد الله يطول عمرك اول شيء خذك دقيقه انت غني البيت خذك دقيقه نسمع عطنا واحده زي قبل شو تبي موال اي ولا شاله ابي مسحوب مسحوب ايش راح بس بس ابغاك تاخذ نسم خذ راحتك خذ راحتك تقول لك سلطان جاني معجمك ابغى مسحوب اي خذ راحتك قال احنا بنسولف انت خذ راحتك ايش سبب الفاصل وسلطان دام خلصت بغيتني ابدا علمني يا اخي سبب الفاصل انسانك اللي ما يدخل جمك لا ها لا تخليني اعترف سلطان انا ما يدخل تحطه في راسي انا بعلمك ليش انه اخذنا فاصل ليش عشان في خطا صح طيب بدا في خطا ليش طلع قدام الناس لا ناصر سلم قال لازم تقول وتسوي قدام الجمهور انت لو بتطيع ناصر ايه اسرر بيتك قلتها لهم انا كمل كمل عشان ما يجيب العيد تصوير غير من برا سلطان كمل كمل سلطان يا رب تختمها بخير يا الله يوفقك ابدا اسلام ابد جاهز انت جاهز في اي وقت ابشر بالسعد ما عندنا الا تم وابشر بالسعد انت السعد تسلم ابدا اسلم اي هلا وهنيك يا قمر تكشف الغرات تبين على ذوال ما خلق وتشوفها تحلى الخدود اللي تلوعك ما لنبات وشقر تثنى بي نمتنا وسر جوفا أنا بأهلك بس إن شاء الله أصبر لا أنا منطر بس وراي شيء وراي شيء عندك موال اللي تبيه ما عندك موال وش موال شو مثل عندك حجازي لا 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 دوسني عندي لا يمكن يعرف حجازي مش حجازي تبغى تسمع حجازي عطني عبد على أبو نبار عطني طروق عطني طروق اللحن اللي أنت تبيه وغني والله إن عطني طروق أنا أي لحن أنت تبيني أغنيه غنيته وأي قصيدة تبيني الحين تحفظ زامل ها تحفظ زامل زوامل تحفظ زوامل ولا ما تحفظ طيب الطاروق بس ما حفظت الكلمات الطاروق اللي انت عندك كلمات عطنيها وبشربها انت بس عطها الكلمات هو عطني اي بالله واللحن اللي تبيه هو والله العظيم يا بيت بتعطينيه والقصيده عندني علي لحن انا بشرب سعد الرجال الحين قبل بشرب سعد تقول والله بيض الله وجهك يقول بس عطني اللحن طيب خلاص قول له الرجال بي عنده تعال اللي يقول لا 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 أعطي كلمات أعطي كلمات ويمكن أجيبها لحن غير تصرف أبد اللي تعمل إيه نرجع للداخل اللي علمه اللحن إيه بشرب سعدك كلمة ورانا شيء بسلطان رغوة بدون رغوة إيه تبيها بلحن صوت ولا هادي بيش عامها ولا بكيف اللي تشوفه مناسب لا حب الرق الحياة من جنوب لا حب الرق الحياة من
الرب له لعمال جزيرة من شمال المملكة للجنوب شقين جوه وطرق الهبوب شقين جوه وطرق الهبوب يوم واجهنا بنفحة عبيرة كنا يقول ارحبوا يا الغلا. يا سلام. انا صراحه انا هذا متاهل انا لا بس يعني يستحق ذلك. سجل شيء مسحوب يعني شيء له قصيده كامله مسحوب سجلت في ستيج. بس ترى يمكن ما عنده الا الصوت ما في رياليتي. يا ابن الحلال احنا بصوت الرياليتي ذا وشو؟ يلا هابله شرحي. يعجب ما يعرف. ابى اجيك بالصراحه والصدق اللي علي اني تاهل على هذه الكلمه. الرياليتي شو يا اخي صريح. تم تم انت متاهل. حياك الله. يعني ما يا سلطان الله يحفظنا الله يعز مقامك ويجعلنا وياك من الموفقين والمقبولين عند الله. الله يوفقك وبرك الساعات والله مواجهكم. الله يوفقك يا رب يسعدك الله يهين طول عمرك وبيض الله وجهك وجعلنا وياكم اللي يحسبون كل من طيب. سمعت الشرط علي الحرم نهتم. ابشر الله يحفظك. انت معنا من علي الحرم هذه بعد علي الحرم وعلي الطرق هذه بعد تقولها اني ارددها من الصبح ولكن ما في حيل تنتظر الصدق. الله يهيكم ويوجيهكم الله يحفظك. رد عليكم اول يا اخي مجرد ما قلت الهندي هذا شو؟ المفروض تقبل والله يستحق على الفطره ايد هذا كرت. بعدين يعجبك انه صامل في التلحين. انا ما عندي مشكله عطني الكلمات انا احل لك. لا وصدق هذا بيفيدك في وعطيتهم بيفيدك في اعمال. ها شوف انطر برا ابلش